اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم اجمل وارق الترحيب. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يومي الصبح نطلع عليكم بهذا الوقت، واكيد مع اهلنا وناسنا ومناطقنا القديمه وطيبتهم واخلاقهم واخلاصهم، وهذا اكيد يعني ما يخفى على العراقيين جميعا. وتلاقي يعني تلاقي بهذا المجتمع، تلاقي المهندس وتلاقي الطبيب وتتحدث مع البسيط واللي يقرأ واللي ما يقرأ، نشوفهم بالشارع دائما. وبصراحة تقريبا أغلب المناطق اللي نزورها احنا من نتعنى إلى منطقة نزورها، أولا يعني لأهميتها، ثانيا لوضعها الاجتماعي، ثالثا لقدمها، رابعا للناس اللي بيها لازم نوصلهم. وكل هالناس أصحاب حق، يعني لا تحدث عن منطقة مستحيل أنه تقول ما خرجت كفاءات، ما خرجت لاعبين، ما خرجت مهندسين، ما خرجت أطباء، مثل ما أنا اليوم في بغداد الجديدة. ومعروفة بغداد جديدة بصراحة أصبحت بأسواقها البسيطة والشعبية، وهاي الناس هي كلها تريد حرب، هذا حرب اللقمة، يعني حرب الخبز اللي الناس تسعى لها. وأنا دائما في هذا البرنامج أقول أنه دائما الأخوة اللي يشتغلون والأخوة اللي يصبح الصبع عليهم وهم في أبواب رزقهم، ندعو الله أنه يحفظهم ويبارك بعملهم وبرزقهم لأنه يستاهلون. وأنا سبحان الله يعني الله مكنني يمكن وخلاني ويا هاي الناس والله، والحمد لله بيناتهم أصعد بالكية وياهم، أصعد بالسيارة وياهم، أسولف وياهم بأسواقنا هاي، نتلاقى وكأنه إحنا أهل، وإن شاء الله أهل. في بعض الأحيان توصل مناشدات شوية غريبة، فبالتالي نطرحها للرأي، ولكن للأسف ماكو استجابة. احنا بصراحة قبل سنة تقريبا او سنة ونص كانت الاستجابة جيدة، يعني من وزارات الدولة، يعني انا اتحدث عن وزارات مهمة ومفاصل مهمة بالدولة، فمن نجيب طاريها في مناشدة او في التفاتة او فد ملاحظة او انتقاد بناء، المفروض يتم الاستماع له والإصغاء له، وعلى أقل تقدير تدزون على الشخص المعني بالمناشدة وتقعدون ياس تقولوا له شنو اللي حكيته وشنو اللي تريده، يعني على أبسط الأشياء. يعني إخوان مرات الأمور تطلع خارج إرادتنا، يعني وأنا أستغرب الأخوة في الأقسام الإعلامية أو مدراء الإعلام في وزارات الدولة والمؤسسات، يا أخي مستميتين يعني قتال ويدافعون على أبسط الأشياء اللي إحنا نسولف فيها. في بعض الأحيان يعني طبعا مو الكل، يعني ما أقصد الكل أبدا يعني، لكن أكو بعض الوزارات يعني توصلنا مناشدات عليها غريبة، يعني المفروض بها التفاتة. ومثل ما بعض الأخوة يعني خلي أجيب طار وزارة الداخلية، وبصراحة أكو بعض الأشخاص طلعون بوسائل الإعلام معروفين، أصبحوا معروفين بعملهم وإيصال المناشدات، يعني العقيد فلان والعميد فلان والرائد فلان زين واللواء فلان، وهو المفروض مخصص عمله زين لاستقبال ما نتحدث به احنا كوسائل اعلام زين، وهو اللي المفروض يدز ويتاكد ويشوف الخبر شنو الحديث هنا اللي دار، شنو صحته، اذا بيصحه امشي باجراءات قانونيه، واذا ما بيصحه اقول يابا يا استاذ احمد ترى الموضوع كذا وكذا ما بيصحه، فاطلع بالبرنامج نفس البرنامج اللي انت يوميا تطلع به، قول يعني اللي طلع ماكو، يعني عجيب ماكو. هذه وحدة. اثنين أتحدث عن الجزء، يعني مرات وصلنا مناشدات يا أخي والله مصيبة، هذا صاحب التخصص دائما هو المبدع في عمله، إذا كان متخصص هذا إلى مكانته
وإله فد عمل مهم وعمله يكون متقن، لأنه ضمن تخصصه وضمن آلية عمله وما يقدمه للناس وفق القانون وفق عمله. شنو رأيكم إذا يعني هسه والله ما واحد ما يقدر يسولف فيها، شنو رأيكم إذا واحد يطلعونه بالتلفزيون، أقصد بمواقع التواصل الاجتماعي، ودائم مسوي مداهمة على مكان القوى الأمنية في الكرخ، وفلان اللي دائما يصور يطلع الناس يعني مناشداتهم وغيره، فمطلع هذا الرجل ويا عدد من النساء في مكان ليلي، خلي يقول بهذا التعبير، والله طلع شريط الحمل يعني قال هاي مخدرات، تخيلوا يعني مصيبة، يعني هذا مناشدة يريد يطلع وياه بالتلفزيون ويقول هالشكل، يعني وانتم مطلعينه بالتلفزيون بمواقع التواصل وفاضحين لك يا رجال فضيحة. زين القانون شلون هنا؟ قلت روح اشتكي عمي. قال شو اشتكي؟ وين ارد اوصل عمي؟ هم طلعوني بالفيس وطلعوني بالتيك توك وطلعوني بالانستغرام انه اني وياي مجموعة وعندنا مخدرات، شايلين مخدرات بجيوبنا، وهن كل النسوان والله يبقى. مشكلة عموما يعني هاي يعني مناشدات الجانب التخصص من يكون الاستماع له ضروري جدا. هذه واحدة من القصص، يعني هالقصص اللي توصلني غريبة، شي بلها الراس والله، شي بلها الراس. زين وماكو فايدة يا أخي، ماكو فايدة. هسه حتى الناس اللي يباعون علينا مرات يقول والله وذا حجينا شنو يعني، وفعلا وذا حكيت ماكو استماع. يعني هي المشكله انه نسولف ونطقها طقه بطق ولا نخاف من عندها والله، بس هي المشكله وين اللي يسمع؟ يعني نقول حرامي ما يسمعنا منا يعفنا منا، نقول بالملفات ماكو ما ترهم، نقول نطرق الابواب بالقانون والدوله وتروح للمؤسسه وتاخذ اوراقك وتروح تطرق الباب وتدخل، لا والله ما تدخل ما دام صحفي صعوبه تدخل. اولا لازم تسلم موبايلاتك، اذا لابس ساعه تسلمها، اذا عندك قلاده تسلمها، اذا عندك جنطه حقيبه المحموله الخاصه تسلمها، اذا يعني يجردونك من عبالك انت طاب. يعني عم انا جايب لكم ملف، يعني ما جايب لكم قنبله، جايب لكم ملف وفي وزارتكم والمفروض فادير وجهي اذا شفت الاجراءات هالشكل، اعرفها من الاستعلامات هي تبين دير وجهي واطلع. هاي مشكله، يعني طبعا انا اتحدث الان عن مشكله كبيره في دوائرنا الحكوميه للاسف، يعني اتحمل مسؤوليه الكلام هذا. عموما ندخل الى قضيتنا والى موضوعنا اليوم بهذه الحلقه. اكيد في بغداد جديده مثل ما سولفت قبل قليل، لاهميتها لموقعها لقدمها لاساسها، وهذه هي بصراحة واحدة من مناطق بغداد المهمة في العاصمة. هذه واحدة من الأمور اللي نتحدث بها، أنه شوف في قلب العاصمة، عليكم السلام، في العاصمة شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ شلون أمورك؟ أنا أريد نوجه طلب للرئيس، رئيس محمد شياع السوداني على راسي. زين انا اريد نطلب له طلب، احنا بيعه مي بالتقاط على باب الله. زين والبيع المي مو متسول هو، زين بس هم اذون عبالهم احنا متسولين، ياخذونا للمركز بالتوقيف واحد، واحنا على باب الله هسه ماتت شوي شغلات المي، قمنا نبيع شرك شرك على باب الله. وين نروح؟ هم يلزمونك نبيع مي يكظوننا، نبيع كنيس يكظون، يعني شكو شغله نبيع النجده تفتر برانا، النجده السوداء ما يخلون واحد يشتغل على السايد. زين من ياخذونك انت للمركز؟ اسمك كريم بس ما عرفتك انا. انا اسمي رضا. حبيبي رضا. رضاوة حبيبي. انت من تروح للمركز؟ ايه. للمركز وتنتهي لو يودون القاضي؟ يروحون للقاضي لبدله صفراء. تلبس بدله صفراء. شنو داو عروتك؟ يقول لي تبيع، اقول له ابيع ماي وهاي ولا كفي يلا اطلع. لا بشرفك. والله. هذا كله نسويه على مود المي. هاي شكوى علي بيع مي يذونه والله.
زين هسه خلي اقول اليوم انت تبيع شرك. إيه اجاك ابو النجده عجيب. اجاك ابو النجده قال لك يا ابي ليش تبيع شرك؟ اذا عسايد اذا بعت عسايد اخذاني يقول للمركز الهاي. بس احنا شوي احنا واحد اثنين مية احنا هواي بس هم ما يخلونا ننزل عسايد. يشحتونا ولو يكضونا اللي ينكض ينكض واللي يشرد يشرد. بس احنا نريد يشوفنا مو ما يريدنا ننزل على الشارع يشوفنا في العمل زين شغل بيه خير. مو السوري والباكستاني والهاي بحسن شغلهم شغلهم بالمجسرات واحنا قاضيها نبيع ماي وبالفقر. يعني انا بتدولتك غير عراقة بتدولتك انا شاتي هيتي والله صح شاتي تصير وي الغريب وي الغريب وابن دولتك ابن دولتك ابن جلدتك ما اصير وياه. يعني تاخذ غير على باب الله وين نروح كل واحد هاي في المدرسة على مود الشغل عالم عمه ضيم وظلام شافت رضى على هالبيع هذا لا والله تشني هي الشغلة بس الشغل على الله الشغل مو عيب الشغل مو عيب عيب بس على مديده ويبوك ولي جدي بس هذا الشغل مو عيب الشغل جهد هذا تعبك وجدك امشي واحد يشتغل زين رضا حبيبي انت كم مره اخذوك بالله للمركز كم مره مرتين كفاله اي كفاله هسه كاتب تعهد اذا انكل مره ثانيه اعطي مليون ونص غرامه لا يابا والله من الطبل القاضي شو يقول لك والله شو يسالك يقول لي شنو دعوتك قلت له بيع مي انا وكضون النجده وجابون هم يكتبون متسول بالشارع متسول نصب الليل اي ايش يكتبون هم يطلبون منكم شيء ايه يطلبون فرد 50 وكفيل يكفني يلا اطلع ماذا الكفيل واحد عند راتب وهاي اذا كضوني مره ثانيه يجرون الكفيل بلال زين الكفيل هنا شلون وضعه بالله يظل حاير ايه حاطيد على قلبه ايه ازعجك ايه زين يا صف والله عفت الدراسه انا صف ثالث وعفته ما شاء الله صاعدين وين لا شرفك انا 2005 صحه وعافيه موفق رضا والحبيب الله وديك جدا ممتن حبيبي رضا ورده ورده موفق والله بطل صوتنا يوصل للرئيس جزاك الله خير رضا وحبيبي هاك باوع والبلد شلون تعرفه انت تعرفه من يكون الى القانون فعلي من انا الزم يعني هسه على حريق اللي صار في بغداد في شارع الظلال خل شوي التفت لكم لهذه المعلومه وهاي شفتها شوفت عين حتى احنا ظلنا مستغربين بصراحة الحريق والناس تطفي والامور محترقه والجو عالق والسندويش بنر ماخذ مساحات في بغداد وللعلم عندنا وزاره الداخليه اللي هي مانعه السندويش بنر اخوان هي عندها كرفانات سندويش بنر بالوزاره وبها ملفات ومعلومات مهمه أقسام مهمة بمفاصل الوزارة سندويش بنر المرور سندويش بنر هاي مرور سيارات وغير هاي الدراجات والأمور الإدارية وحتى المالية تلقاها بكرفان سندويش بنر زين البارحة اللي أو قبل هاي الفترة اللي راحت الحريق أجا قائد الشرطة اللواء شعلان وإحنا هم موجودين شنا هستوهم يدورون يقولون هذا شنو سندويتش شنو هذا سندويتش هذا شنو المحل هذا شنو شغله هذا زين وين كنتوا انا استغرب والله اقول وين كنتوا يعني هسه انا ما اتهم بالفساد لكن شنو اللي خلاكم هسه طلعتوا من صار الحريق يعني هواي اسئله وهذا اللي سولف رضا هذا الاف مؤلفه الان بالسجون باسباب تافهه جدا وناس رايحة ضحية هذا رضا هسه اللي يبيع شرك ويبيع مي بالتقاطع وياخذون الجماعة كأنه مجرم يلبسون البدلة الصفراء ويطبقون عليه القانون كله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك عم صباح الخير صباح العافية الله يسلمك أشكرك الله يسلمك رزق الحلال إن شاء الله أشكرك جدا ممنون الله يخليك الحمد لله أنتوا أخباركم احنا اخبارنا مي بشوفتكم احنا بخير ان شاء الله الله يسلمك لا انتم الطليعه انتم الكم الحر الشريف الله يديمك احنا بخدمتكم الله يحفظك وناسنا وهذا الشرف واحنا سعداء والله اشكرك جدا ممنون حبيبي جدا ممنون شو الامور بغداد جديده شلون
والله تقول العراق بصورة عام باليوم بغداد مصغرة من العراق. فهذا جزء منه. شلون حالك؟ حالها يعني نسبة بالأعوام السابق ماكو مقارنة. يوم أكيد أكيد نحو الأسوأ. إيه يعني أعطيك معلومة ولو جد عندي وقت يعني المعذرة خاف أخذ براحتك. ولا والله براحتك. الله يسلمك. في رومانيا في زمن الاتحاد السوفيتي كان كل ما يصير اجتماع على مستوى لجنة مركزية ثاني يوم صوت أمريكا الذيعة قالت أريد أشوف من هذا يودي الأخبار يتجسس. فقامت كل اجتماع تبعد وزير إلى أن حصره بوزير الصناعة. قالوا له افتهمنا أنت قاعد تجسس. أكو شغلة بعد أكثر من هذه قال لي حشاك عندي بعد الأنقص منها. قالوا أكو أنقص. قال إيه الأنقص منها خلي الإنسان المناسب في المكان الغير مناسب وأشل الاقتصاد ودمر البلد وهذا اللي يصير. هذا محسوب أكيد ما أجب الفطرة هيك. لا 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 يستحيل. شوف العمالة موجودة بكل الدول العربية والإسلامية يستحيل تستثني أحد. بس أكو نسب. أكو دولة نقول عليها مجرمة متواطئة كذا كذا بس هذا يخاف على شعبه. يحسب حساب الإنسان. هو عمالة عمالة بس أكو شيء من الضمير عنده باقي. كل البلدان تقريبا دخلت الى موضوعة حروب وخلي اردعك كان للاتحاد السوفيتي وذيك الايام الصعبه اللي مرت على 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 الحرب العالميه وغيرها وراحت عالم بيها. بس الناس عرفت شلون تخلي الانسان المناسب في مكانه. عرفت تدير الامور عرفت تخطط الباكر شكو مو الباكر بعد 50 سنة شو يصير. ولذلك نشوف البلدان شلون تقدمت وهم دخلوا بحروب عالمية يعني صارت رماد لكن رجعت الدول. احنا عندنا الامكانية وعندنا الفلوس وعندنا الارض وعندنا الكفاءة بس هي المشكلة ماكو. راح اجيب لك هذا المثل اللي قامت بالحرب العالمية الثانية المانيا وغزت العالم. فهتلر كان يقول اريد كل 6 أشهر يجيني تقرير عن مستقبل المانيا ومستقبل الحرب. فأحدى التقارير اللي جت مكتوب به إنه ألمانيا انتهت. جمع الوزراء قال أريد يمي وزير التربية ووزير العدل. فسألهم قال له شلون التربية عندك؟ قال له جيد جدا ممتاز. قال له فسأل؟ قال له أبد. أبو العدل قال له نفس الشيء العدالة عندي ماشية أوكي على حسب الأصول. ضرب يدي على المية زقام قال ألمانيا بخير. موجودة عندنا للأسف. وبالأخص دقوا على التعليم وهاي النتيجة مالته. بأسئلة صعبة دروس صعبة تعجيزية خلوا الطالب يترك دراسته يروح يبيع بالتقاط. أكيد مثل رضا أكيد إلا صينية مال أكيد أكيد هذا الطالب لا الطالب لا أحكي لك الطامة الأكبر منها صاحب شهادة يبيع بطالب ما يبطل بربع مو تبكي عليه. جريمة. الجد ضايع من عمره والجد أهله صرفوا عليه دراسات عليا دراسات عليا. هذا العلم مالنا وإحنا بلد العلماء بلد علماء. صباح عطوان بالسقوط طلع ويه لقاء فقال العراق يعني بمعنى أنه انتهى. عاد رديت عليه بمكالمة مداخلة قلت له أستاذ عطوان شوف تاريخ العراق كم نكسة مر بيها ورجع فيرجع إن شاء الله. ولا يمو. لا أبد أبد صاحب تاريخه وعراقه لا اللي خلف أمجاد تتصور لا. بس إحنا هاي الأمور هي هذا الحال أنا أبكي عليه للأسف. للأسف بلدنا والله إذا أكو شخصية عريقة بالعالم هو العراقي. إذا أكو شخصية عريقة أدرس التاريخ كله هو اللي خلى القوانين وأنظمة للإنسان وكرامة وحقوق وواجبات أكيد. فهيك شعب لا تخاف عليه. فكل إنسان يمر بنكسة حتى أنا بحياتي هم مرت بنكسات وأخذت التجارب وتعلمت
بس للأسف. فالشعب العراقي لا تلومه مسكين، لأن كل العالم عليه، كل العالم عليه، يستحيل. أنا جدا ممتنع، أنا الممنون، وأنا آسف. حبيب لا 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 عليكم بالحديث. أنا أشكرك، جزاك الله شرف. الله يبارك فيك، جدا ممتن حبيبي عم. أنا ممنون لكم. لا بارك الله، بارك الله، الله يديمك، الله يحفظك عمو حبيبي. هذه كلمات ناسنا. عليكم السلام والرحمة. هلا وحو، شافك شلونك؟ وردة مال شخبارك؟ خليك والله، شلونك امورك؟ شخبارك؟ عافيتك؟ وين شفتنا؟ وين جيتنا؟ انا اشتغل بهذا المطعم. ها؟ وطلعت الكرادة مو فلي شو؟ ها؟ مو تدري تاكل زين؟ مو صارت مساطة هاي ام ابو سعد رجل خالتي؟ اي شلونك امورك؟ والله زين الحمد لله. شلون امورك؟ تعال تعال خلينا نسولف شوي. لا دايم شو تسوي؟ لا لا شو تسوي الريوقات؟ تعال تعال شنو الريوقاتكم اليوم؟ جيت مشكل بيسلك وهمبرجر. جيد العفو على الله. حبيبي قلبك زين. يا لحظه الكراده لو بغداد جديده؟ والله هي كل المناطق حلوه ببغداد. انت بشغلك يعني محل محلي؟ والله بغداد جديدة، الكرادة، جميع المناطق كلها ما فرق. حركة سوق وحركة بيع ومشتري والله مو هالقد. والله مو هالقد، شغل ضعيف صار بكل مناطق بغداد هيك يعني. صحيح، مو يعني مو ذاك الشغل. هسه بغداد جديدة مسولف عن منطقة شعبية يعني بيها حركة روش يعني ناس بي. اي مرات تصير تروش من يصير مناسبات مثلا عيد وعيد عيد مدارس الايام العادية نص ونص. اي أيوة والله تغيير الجو وغيرها. تغيير الجو هسه بدا لا ما له دخل بهاي الشغلات. اي اي جيد. فلافل الكوب كلها زينه. والله بيض مطعم رزاق مطلوب. يلا سلم عليكم. داش تعال ترى ورده ورده دايم. اي ورده ورده حبيبي بدو قلبك. يا شلونهم شلونهم وياك بالحساب؟ جيد. يلا سلمنا سلمنا حبيبي. هذه شبابنا اللي نعرفهم ويلاقونا والله أخوة أعزاء يعني. نتمنى لهم الخير والله. هذه أفتخر من عامل يترك عمله لمدة دقيقة ويرجع يسلم عليه ويعطيني كلاس ماي. هاي تسوى الدنيا والله، تسوى الدنيا. لأنه هذا هو هذا هذه المعطيات اللي قدامنا نقراها. هذه طيبة الناس ووجودنا وياهم أخوة، هذا يسوى كل شيء والله. وش نريد ناخذ يعني؟ وش نريد ناخذ يعني؟ او شو نريد نصير مثلا؟ واذا صعدت لي لكزز، واذا صعدت لي تاهو سودا ومصعد الجام يعني، واذا شنو؟ خلينا نفكر بعقولنا ونفكر بناسنا افضل من ما تاخذنا الحياه يعني. وكنا طبعا اتذكر في يوم من الايام من خطبه لاحمد الوالي يقول استغرب على واحد يقول مثلا الفلوس وسخ دنيا. هذه الكلمة العابرة الماشية، بس لكنها هي تخلق لك السعادة، تخلق لك الجو اللطيف، تخلق لك العائلة، تخلق لك التعليم. فلذلك صح كنا بحاجة إلى المادة وكنا بحاجة إلى عمل وحركة، لكن بالمعقول يعني. بالمعقول ما أتخلى عن أساسيات عملي ولا أتخلى عن وضعي ولا أكون مهزوز بمعلوماتي، لأنه هذا الحديث بصراحة بعدة أمور. السلام عليكم شباب. هذه واحدة من النقاط الأساسية اللي نتحدث بها يعني. عموما نرجع إلى موضوع الحياة اليومية اللي يعيشها مواطننا الكريم، وما يخفى على الجميع كل تقريبا أصحاب المحال التجارية. حبيبي عم وكل الأصحاب المحال التجارية اللي موجودين، كل الناس اللي تعمل نتمنى لهم الرزق الحلال ونتمنى لهم دوام التوفيق، لأنه يستاهلون ويستحقون، يستحقون بصراحة. هذه واحدة من الصور. بعض الأحيان نقول والله كل مناطقنا صارت يعني صارت أسواق وصارت تجارية، لكن يحتم لأنه كثرة البطالة، كثرة يعني الشباب وعدم إيجاد فرص عمل. فلذلك نشوفه تشوفه يفتح له باب رزق على قده ويقعد له في محل محدود حتى يعيش نفسه بالطريقة اللي تليق به. وهذا طبعا يعني العمل يحسب، لأنه في بلد مثل العراق نفطي ويكون بهذا الشكل المفروض
ينحسب له حساب يعني، ينحسب له حساب، و تكون الأمور مهمة جدا في هذا التوجه. بصراحة أغلب الناس اللي لاحظهم في هذه المنطقة أو مناطقنا الشعبية الأخرى هي شيء من الماضي، شيء من التاريخ، شيء من الحضارة، ونفتخر بأنه عندنا كفاءات وعندنا ناس خبرات وعندنا ناس على مستوى من الرقي والثقافة والأصول. علاوي شنو رأيك نفوت منه؟ شفت القهوة؟ لا مطعم. السلام عليكم. الله يسعدك. شلونكم عمي؟ شخبارك حبيب عمي؟ شلون صح؟ السلام عليكم. قواكم الله. شلونكم زينين؟ شخباركم؟ شلونك عمي حبيبي؟ شلون الصحة؟ اليوم بغداد جديدة احنا. شلونك حبيبي؟ شخبارك؟ بغداد جديدة من الأولية، أنت من القدامة، من الجدة؟ نعم. من القدامة؟ لا قدامة. نعم. سكنك بغداد جديدة مسموه؟ لا سكني مشتل. قريب بغداد؟ قريب نعم بغداد جديدة. سوى على بغداد. شلون المنطقة؟ نعم خير من الله. خرجت بغداد؟ شنو على مستوى مثقفين؟ على مستوى لاعبين؟ لا هو العراق بصورة عامة. العراق بصورة عامة. اللي قبل الحروب. كلهم مشوا، كلهم اساتذه، كلهم علماء، كلهم اطباء، كلهم ضباط، كلهم ضباط، واي معظم ضباط الجيش العراقي هم قدماء. قدماء لا مو منطقه، مش العراق كله، هو العراق واحد، هو العراق اسمح لي، هو العراق واحد ان شاء الله واحد. احنا بالنسبه لنا الكبار نعرف العراق واحد، ما نعرف اثنين ان شاء الله. اي نعم والله امنيتنا بالله. اي ماكو فرق بغداد جديده ولا بصره ولا عماره ولا لينوى ولا اي محافظه اللي كانت بالضبط. هسه هاي حلوه يعني، هسه تخوش يعني دخل عايشتي هذا القصد بوجود يعني احنا في منطقه الان. مرات احنا نروح المناطق قديمه مثلا نعبر للكرخ، بيها مناطق قديمه مذكوره بالكتب، مذكوره مثلا بتاريخ، مثلا الكاظميه على مستوى الكاظميه تاريخ مثلا قديمه، تقول لك والله خرجت هالقد فلان، خرجت فلان، خرجت زين، وهاي الناس تقريبا تحب هاي القدام. مو هي المنشأ مالي أنا، مو بغداد، أنا المنشأ مال مدينة الصدر. ها يعني السبعينات إحنا شنا بداية الثمانين شنا مدينة الصدر، معظم لاعبين، معظم مثقفين، معظم هم الطبقة الكاسبة، هم الطبقة الكاسبة، مش الطبقات مترفهة، حتى معامل، حتى مصانع، حتى كذا، ما تروح للدراسة على قبل. هسه صارت الدراسه، صار راتب زين، صار كذا، فالناس كلها تروح لمن؟ تروح لمن للرواتب، لان رزق موجود. ها اي مضمون الحمد لله. على مدى سنوات يعني السبعين، السنوات القديمه والسنين اللي مريتوا انتم بها، عشتوا يمكن أفضل سنوات مرت في تاريخ العراق، سبعينات والستينات، بعدها صارت الحروب وغيرها. أنا ما أريد أدخل بالحروب لأن ملينا من الحروب. ملينا نعم. شلون كانت الحياة؟ سهلة بسيطة؟ سهلة بسيطة. الناس عايشة حتى حياة الناس بسيطة، يعني الناس من تروح لمنازلها لا عندها تلفزيون، لا عندها ثلاجة، لا عندها كل شيء، ما عندها بس عايش، ولا موبايل بس عايش. يعني حتى مسواقة يوم بيوم، يمكن يسوق الصبح، يسوق العصر وياكل. هسه لا، صار مجمدة، صار الشغلات، صار مستورة، صار مجمد، صار اشكال صارت هسه. اي العالم كله هيك، هو العالم كله في تطور. احنا تعتبرنا من المتطورين لو بعد يرادن؟ لا بعد يرادن، احنا في نمو ان شاء الله. ان شاء الله في نمو. امنيتنا. اي والله امنيتنا. تدري انا اتاسف عمي اشوف مدارس طينية. احنا انا دائما اسولف عن التعليم، اسولف عن التعليم. التعليم اكو مرحلة حبيبي، اكو مرحله يردون دول العالم الثالث، هسه هم يسموها الناميه، بس هي دول متخلفه. ها يردون دول العالم تبقى بقر حلوب المن بالغرب، ولا اعتزال، نفس النظره، نفس كل شيء. الغرب مسيطر، يبقى صاحب القرار باي دوله، يدي يطور يدي ما يطور، كيف هو؟ شوفوا شنو اللي جايبينه. شنو رايك بالتعليم؟ التعليم هسه لا والله، بس التعليم الاهلي شويه زين، الحكومه شويه تعبان. ليش؟ اي تعبان ليش؟
ليش ليش شنو المعلمين هسه الموجود مو بالمستوى المطلوب. بعدين المدارس تحتاج مؤهلات، تحتاج مختبرات، تحتاج كل شيء، تحتاج ماكو هسه. درست بالسبعينات؟ لا انا خرج اعداديه ما سبعينات. نعم فرع الادبي. اعداديه السبعينات صعبه ولا سهله؟ اي كانت دراسه 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 دراسه. كان المعلم له فد باع كبير بالمجتمع. هسه مع الاسف المعلم يعتدون عليه بالشارع واحنا نتاسف، وهو اساس المعلم اساس المجتمع بالثقافه بالعلم بالدين بكل شيء. علمونا دين، علمونا ثقافه، علمونا سياسه، كل شيء علمونا. هو يربي يعني هو يربي هو الجار هم يربي. هو القائد، هو اللي يقود المجتمع. ترى المعلم ما يقود السياسي، سياسي اداره، عنده اداره سواء كان سياسه او تجاره. من ناوي يمر عليك استاذك او معلم سابق لك؟ امنيه اشوفه، امنيه عندي، انا عندي صورهم كلهم بالبيت، بس امنيه اشوفه وعدل وحي. امنيه حتى دنق عليه ابو صان معلم علمنا. اي والله علمنا ورتبنا ومشانا وخلانا ناس يعني ان في قيمه بالمجتمع. يعني اشكرك من وقتك. لا 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 اخليك على راسي. تريدون تشربون شاي؟ لا لا اشرب شاي واحنا طبنا وياكم. لا لا جزاك الله خير عمي، تحياتي سلام. حبيب عباس كابتن شوفك بخير يا ورده. كل الحب والتقدير لهم. يعني شوف المعلم كاد ان يكون رسولا، يعني تخيل المعلم شنو دور. شلونك عمي حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يديم. احنا قناه زاغروس عمي، قواك الله. اولا قواك الله والله والله يعطيك الصحه والعافيه والله. وهذا شغلك عمي؟ والله مو زين، الساعه 5 الصبح اجي هنا لحد الان ما مشيته صاحب عيني 12 نفر. حول. وهذا شغلك؟ قلت كذب عليه. لا عمو حبيبي لا. انا ايجار 1500. هذا شغلك؟ العربانه؟ ايه. يا مواليد عمي؟ 56. عمرك والله اخوي مريض 70 من جلطه وانا جاي اساعده. وتساعده من شغل العربانه؟ ايه نبات احسن نبات ما احسن. ابو من انت عمي؟ ما متزوج. الحمد لله. ابونا ان شاء الله. ابونا وعمنا ونفتخر ونتشرف فيك. عندك راتب شيء من الدوله؟ والله يا راتب حتى ما يعطونك ما يكفن. هسه انت عندك لو ما عندك؟ عندي 100. 100 مال رعايه. مال رعايه. ما تكفي؟ لا ما تكفي، انا اخذ فوق. قبل ناخذ المعامل نجيب بال 100 4000 طابور. بالدية ايش صار لك عم تشتغل بالعربان؟ ايش قد صار لك تشتغل؟ بالثمانينات. ايش قد تشتغل بالعربانة صار لك هاي الشغلة؟ بالثمانينات اشتغل من زمان. يلا انطي مجال، انطيهم مجال حتى يتوكلون. جزاك الله خير عمي، خذ راحتك حبيبي، خذ راحتك حبيبي عمي. زاغروس لا سيارات وراك عمو حبيبي. الله والله مصيبة يعني هاي مشكلة يعني صار عمو. الثمانيات تشتغل؟ زين هنا الناس شلونهم وياك؟ والله كوميون زين، اكون يحش مع العالم. زينين يساعدونك الاخوة هنا لو ما يساعدونك؟ نبات جماعة يجوني يساعدونك؟ ايه نبات الحمد لله. هسه ماكو. جزاك الله خير عمي، الله يعطيك الصحة والعافية. بس أي استحامات مو زينة تأذي، عمي ما بوقف على هاي، المفروض ما يسوي لي جسر، بس أفتح معامل لهالفقرة هاي. أي والله. شوفونا بعلمكم. ولاحق على الجسر. شوف الصبع، شوف هذا الليل، شوف الصبع، كلها استحامات. أنا جداً ممتن عمي. والله سهل. الله يحفظك. الله ما نجيب. سهل عمو سهل سهل. سهل سهل. وكذا فلوس. سهل سهل سهل. هسه راجع لك أنا. هسه راجع لك عمو حبيب. خادم. خادم حبيبي عبيد. خادم حبيبي عمي. هسه راجع لك. هذا بشكل أو بآخر.
يعني والله صعب الموقف الان، تلاحظ هذا الشيء بشكل او باخر، وهذه يعني الامور تحز بداخلنا والله. هذه الصور كل واحد ينظف باب رزقه، هذه هم حلوه يعني من نشوفها بهذا الشكل بهذه الطريقه، ايضا هذا باب رزقهم ولازم يهتمون به. حلو هذا الالتفات الى محلاتهم وعملهم، وينظفون اللي موجود امام محالهم التجاريه، هذه ايضا تنحسب لهم وجزاهم الله خير. بصراحه حكي الحجي صعب، واللي حكى مو سهل ابدا، واللي سولفنا به بصراحه مزعج، انه بالنسبه لنا مزعج نشوف رجل بهذا العمر، والله صعب. السلام عليكم يوم، شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ صحه وعافيه. وبعد تشوف انت هذا الشارع يشوفك اشياء غريبه عجيبه، يشوفك ناس واصله الى مرحله، لانه ما حد بحالهم، ما حد اللي اجوا وطرق الباب وسالهم وش محتاجين، وهاي الناس هالشكل يعني يا دوب ساده رمقها، والله يا دوب ساده رمقها وساده عيشتها. وبعض الناس والله العظيم واصله الى مرحله، اخوان احنا مرات ساعه واحده ونصور وعبالك ندير وجهنا ونروح، بس والله الم بداخلنا يبقى طول اليوم، من تمر عليك قصه تخليك طول اليوم انت بس تتأفف، بس تتذكرها تنهار يعني. هاي عدا الايام السابقه وعدا الايام اللي راحت وهم تتذكر. وهذا والله مو سهل علينا، نحن بنطلع بناسنا بهالشكل والله مو سهله. والله بنطلع بشبابنا هالشكل والله مو سهله. بعمر ال70 يدفع عربانه والله عبالكم سهله؟ والله مو سهله. بش تسوي يعني؟ ماكو باليد حيل. شو نسوي يعني؟ امنيتنا يعني الناس تكون بمستوى معيشي افضل، امنيتنا والله العظيم، يعني عيشتهم صعبه. بس احنا من نسولف هالشكل والله عيشتهم صعبه. واكو ناس واصله بها المرحله انه تتغدى ما تتعشى. اي. واكو ناس والله تفكر للربع. والله البارحه موقف يعني يشل الحال والله. في بلد النفط وبلد الخيرات وبلد صاعد بالكي، ايش قد الكروه؟ 500 لو ربع نجام، تخيل وين واصل؟ عم اصعد حجينا اصعد، شنو تسال على الكروه 500 لو ربع؟ اصعد وانت شوف الحاله وين واصله، هذا شلون يسد عائلته؟ شلون يسد احتياجاته بالبيت اذا يفكر للربع؟ ورجل هم مسن يعني كبير العمر يعني، وانت تخيل يعني هل الحياة اللي صارت عبارة عن تجارة فلوس، ما تقدر تتحرك من هنا إذا ما جابك متروس، وتقيس المقياس يعني. هاي إذا عندك مراجعة بدائرة، إذا عندك مرض لا سامح الله، إذا عندك فت قضية، هاي تنهار جسديا ومعنويا وما حد بحالك. هذا اللي نسولف فيه ترى واقع حال، ما نسولف فيه عبالكم متونسين أبدا والله. السلام عليكم، قواكم الله. والله انا الشباب احبهم يعني. السلام عليكم. بس انتم شباب ان شاء الله، ما بيزعلوا. شلون صحتك؟ شلونكم؟ زين شلونك؟ اخبارك؟ الله يخليك، قواكم الله. الله يودك الحواف، الله يودك الجنة ان شاء الله بخير. احنا بشوفتكم نعم. ما الله يودك، الله يحفظك، الله يستر عليك، نتمنى لكم رزق. ما الله يودك، اشكرك. الله يحفظك، باب رزقكم تاكلون لقمه حلال تسوى الدنيا. ما الله يودك، اشكرك حبيبي الغالي، الله يحفظك. هذا سوق، اخبار سوقكم شلون؟ والله سوق شوي متضاغط، تعرف صعد الدولار، اي ده يصعد، ماكو نزول يعني حتى طبعا. اي ركود، والامور متازمه مالت الدول كلها، وكلها متكالبه عليك حاجه متكالبه عليك كلها، تفتح لك شارع الدنيا تنقلب عليك كلها، هي صارت لك اي ماكو على التربان. اي ماكو اياها يعني، هي هاي المشكله تصير عندنا احنا. سوق يوم متضاغط كله اغلبيته، حتى وين ما كان متضاغط. قديم هنا. اي قديم. اي قديم. على حكايتكم ابو سوق وتعرف. اي شنو اللي يحرك السوق؟ وشنو اللي يخليه
يعني يوصل لمستوى يصير حركه بيع مشتري دولار دولار اي اي بس الدولار اي هسه الدولار يلعب دوره بالمنطقه يعني هسه تروح التاجر يقول لك الدولار صاعد زين هسه صار السوق شنو سوقنا احنا في صخر بغداد جديده يشتغل الجمعه والسبت بس عظمه اي هسه ماكو هسه ركوت هاي الساعه بالعشرة راح تصير بشر ماكو ها شوف الشارع كله فارغ عندك شو كنت تشتغل جمعه سبت جمعه سبت يعني لا احد يقول حضرت جوال اثنين حضرت جوال هسه با والله ركود يعني ساعه بالعشرة بشر ماكو طفار بس من قبل كانت انفتاح كان وسوق كلش قوي ما الزحام اصلا الناس تفكر للالف والخمسمية لا هسه تدري شنو حبيبي هسه صارت المشاريع بكل المناطق يعني بغداد جديده كان جاي من كافه المناطق بغداد الجديده من الدوره من البياع من ابو شير نسال يعني زبايننا ينزلهم تمنين والله من المحموديه من الصويره ان شاء الله اي اي جونا يوصل لك يوصل تعنا لك من الكوت اي تعنون بغداد جديده يعني مركز هي مركز بغداد جديده زين بعد الشوره كانت هي قبل هذا سوقنا ما شاء الله كان خير من الله يشتغل وين ما قاعدين ماكو هسه كلها قاعده مصفين وقاعده كرشي ماكو كلها قاعده ويدفع ايجار ايجارات النبضات غاليه يعني شنو هسه محل ب 600 واكو محل بمليون هاي المشكله تصير توصل لارقام لا ماكو من صار القانون ويا ابو الملك تدمرت العالم قبل كان لا عجب ماكو التفاته عجب ماكو التفاته هو هذا النظام السابق هذا ما كان هو ما النظام السابق هذا كله والله العظيم كان قبل الاجارات ب 100 150 200 هسه ماكو كله بالملايين يحكي لك اي والقانون وياه القانون طبعا ذات شهر ثلاثه ما تطيق لك شيء طلع غراضك روح الله يا بقى ما له شغل انا ما يحسب ما يحسب كله لا 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 ما عنده كل حساب علي هذا والله ارحم الراحمين ان شاء الله ما نحتاجهم الله موجود الله موجود ونعم بالله رزقنا قدام موجودين خير من الله صحه وعافيه ما دام الله معطينا صحه وعافيه كل شيء ما نريد كل شيء ما نريد حبيبي سلمنا حبيب الجميع والله وعلى الاخوان كلهم ابو العصير موجود موجود سلمنا عليه ابو مريم هذه يعني بصراحه بشكل او باخر نتحدث عن شوف اقتصاد البلد يتعلق بقضيتين اولا الدولار انا حبيبي الدولار وسوالفه وثانيا البلد وامكانيته سواء اقتصاديه او سياسيه او امنيه من تصير زين الامور يتحرك الشغل وتصير اكو فد حركه عمل السلام عليكم ابو مريم شو سالت عليك قالوا هنا بس باوعت ماكو شلونك السلام عليكم شباب شخبارك شلونك شخبارك ان شاء الله زين شلون احوالك الله يسلمك والله مرتاح الله يسلمك بعد عيني شلونك سعيد جدا والله احنا نسعد الله شلونكم نعمه الله يسعدك والله الحمد لله السوق مو انا مستغرب السوق ليش بالعكس بلش لو اي لا مو هم كانوا تجاوزات بعدين رجعوهم زين يعني على المود شاوع شويه يعرفوا بس الامور ماشيه والله الحمد لله الحمد لله وشك. نعمة؟ لا نعمة فضيلة الحمد لله نعم يعني هي لا الحمد لله شغلة تعودنا عليها الحمد لله شنو مستمر على العصير لو شتي صيف لو ما إيه لا لا ما لا لا اي لا هو ما دام تابع المطعم يعني الا معامله الحمد لله تسوي معاملك زينين الحمد لله اشوف معاملكم ما يصبون بعد اي لا لا عادي يعني حكم حكم الخوصه داخل الله يطيب الصحة والعافية الله يسلمك هو يصب يده ويروح أنا والله دائما أذكركم بخير بالله الكريم الله يسلمك منالكم رزق دائما نحن هم دائما نتابعك على التيك توك وش اسمه لا لا أي لا لا أنتم أهلنا وناسنا الله يسلمك وأكون أكون سعيد من أشوفكم خير والله إحنا الأسعد إحنا الأسعد لا الكريم إحنا الأسعد ولا الآن قدام الكاميرا بس أنا أفرح من أشوف ناس تشتغل وحركة سوق وأبو مريم يشتغل وأبو علي يشتغل والعالم ماشي وضعها وخبزتها هذا هم يعني نفسي اي لا طبعا لا شلون وقع حال صار الخبزه خبزه الحلال صعبه اي اي والله بس حلوه حلوه يعني احسن ما واحد يتمادى بغير امور ونتائجها ما حلوه تصير تمر عليك هواي قصص مطعم اي صحيح تكلم اي طبعا شوفك حالات تجيك يعني على الخبزه على على اللفه اي مو بس على الخبزه يعني هواي شغلات جاي يصير بس تحس انه هذا عراقي خطيه
هذا حاله، مع الاسف هذا حاله، هي هاي هاي حقيقه يعني، مو لا مجامله ولا شيء. احنا قدام الكاميرا تعرف نشبع قهر احنا، يعني اكو حالات. يعني ابسط شيء، قبل فتره معي جايه مستلمه تقاعد، جات تسوق وجات تاخذ ادويه، باعت جنطه ما عندها فلوس، شاقين الجنطه مالتها. هاي ابسط الامور. ليش؟ خطيه لو مثلا يعني يبقون مثلا فلوسه لو كذا لو كذا. قصص هواي. اي بس احنا يعني احنا نقول انت الله يساعدك، مو بس احنا. هواي امور يعني، هواي سولف لي مناطق تفوت بيها وتشوفها. سولف لي ابو مريم واتذكر انا هسه قبل شوي هم قلتها، قلت انه مرات اكو حالات تحط راسك على المخده تتذكر. طبعا. ما تنام ما تغمض عينك اذا ما تنقهر وتوصل مرحله والله تبكي على الوضع. طبعا. لانه حرامات يعني، حرامات. احنا بلد خير وبلد بإمكانية وبلد بكفاءات وبلد بنفط وبإمكانية، يعني كل شيء بيه، كل شيء بيه. هذا اللي يعلم. طبعا يعلم. شوف لنا مدرسة، شوف لنا شارع منهار، شوف لنا مدرسة متهالكة وأطفالنا بيها قاعدين، شوف لنا مدرسة كرفانية وإحنا في زمن 24. تتألم؟ لا شلون، مع الأسف العراق صبيج أو الحضارات ابو الفلوس، ابو النفط، ابو كل شيء، ابو كل شيء، ابو الاصاله وابو النخوه، ابو النخوه، ابو النخوه، ابو غيره. هيك يصير فيه مثل جنوب افريقيا. حرام. بس نقول الحمد لله بلكت يعني، او حرام واحد يقول بلكت. ان شاء الله نتامل، ان شاء الله، ان شاء الله نتامل امور ان شاء الله هواي تتغير، ان شاء الله تتغير ويصير نحو الافضل ونعيش حياتنا سعداء الحمد لله. على الاقل هاي الاجيال اللي جتي، الاجيال اللي الاطفال الصغار، الاجيال الجايه، احنا بالله نقول يعني ابو مريم انت الجيل الجاي اذا هو مدرسته متهالكه قدامه وابوه يطلع عماله ويا دوب ساد العيشه، شو تريده يصير؟ يفكر ببلد، يفكر بمستقبل، يفكر شلون يوصل جامعه، يصير عندنا انتماء وحب البلد؟ اذا هو قاعد بمدرسه متهالكه يصير، يصير. صدقني يصير. فلهذا تشوف هسه اي واحد حتى من دول الشباب الصغار تشوف الغيره داخله، يعني تشوف مثلا مكان محترق لا سمح الله، الله يبعد الشر عن كل، تشوف يعني نخوه والهاي الغيره داخله تشيله، هم يقول لك انا ايش عليه؟ هذه فطره. اي بس تبقى. اي لا بس تبقى، تبقى تبقى للاجيال ان شاء الله. أنا مرة ثانية جدا سعيد بشوفتك. والله احنا الاسعد. بارك فيك. احنا الاسعد. الله يحفظك. الله يحفظك. مريم الحبيب. تحياتي لك حب. على القاص؟ جيد. ان شاء الله خير. جزاكم الله خير. دايم 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 والله دايم. جزاكم الله خير دايم دايم. كملوا وارجعوا ان شاء الله. يا بنكملوا ويمكم احنا. هذه ناسنا، هذه طيبتهم، وهذه اخلاقهم، وهذا اخلاصهم بعملهم، وهذه هي ضحكتهم، وهذه هي ابتسامتهم. ورغم اللي جاي يصير احنا نقول ان شاء الله اكو خير جاينا وقدام عيوننا ان شاء الله، لانه هذا الامل اللي عندنا اللي احنا عايشين على الامل. الان عيشتنا نتامل الخير ان شاء الله جاينا. عموما تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد الكاب وزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقه، زميل المصور علي فلاح ومساعد المصور محمد. اشوفكم ان شاء الله بخير وسلامه، الى اللقاء.